الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الغاسق الناس الذي يوسوس في صدور الناس. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا ورد القول منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم إلى حضرات أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. آمين. اللهم إلى حضرات أصحاب البدرين والهدي وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. آمين. اللهم إلى حضرات أئمة المجتهدين والمفسرين المحدثين والمصنفين والفقهاء والعلماء من أهل السنة والجماعة. اللهم بحقهم وبجاههم وبمددهم يسر مسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا واشفنا واشف من تعلقوا بنا واهدِ جميع أمراضنا وأمراضهم شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم طول أعمالنا وأعمالهم في طاعتك ورضاك في خدمة دينك الإسلام. آمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا وفيما تعطينا وبارك لنا في كل أمورنا وبارك على عبادك الصالحين. آمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا بركة طامة يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا متروضا ولا محروما. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. آمين. والمسلمين والمسلمات. إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين. بحمدك يا سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأفضل قدر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأخرجه في آخر الزمان كما قدر واجدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فوجد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام فافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في سلم إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وسار رهبها محمدا فأتومه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك
عليه قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ذلك النور ألقى ذلك النور في زينته فأهبتني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار فلم يزل ينقلني ربي من الأسناب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي والسلام على الشافي الأبدعي والحبيب العربي أنت تتلو بيننا في الكواكب كالبدور بل ما أشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الأبطاحي والحبيب العربي أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الأبطاحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطأ غير حسن وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي إننا نرجو إليك في حوضك للحدث يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الأبطاحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الأبطاحي والحبيب العربي رضي الله عنه وارضاه تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المقرون
من عبد الله رضي الله عنه إلى بطنها بدفع رضي الله عنه الخطاب في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر ودر الأمر رضوان عليه درب يا عجل مفنون من سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنه ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إلى بطن آمنة رضي الله عنه اهتز العرش طربا استبشارا وزاد الكرسي هيبة وقرا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنبار تلوح في جبهتها المعتمنة وآمنت به من المقاب في الكابنة وظهرت لانتقال نوره الآيات فتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم الحسن بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والقناء وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالمطر بغاية المنى رأت الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنبار والوقار والسنى وأتاها في ذي الحجة موسى الكريم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وناداها في محرم جبريل عليه السلام أن وقت ولادتها قد دنا اصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد الصدور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت الصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر البلادة وحال بروز الشمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر النبيذة قصقت من الهواء فمر بجناحيه على بطن يابنة رضي الله عنهم فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب وسيد المتعبد والنور من وجناته يتوكد جبريل نادى في منسة حسنه هذا هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي هذا كاهل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مانيه الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي